لن نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملك. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحييك تحية مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على مساهمتهم في إثراء هذا المنبر الدعوي المبارك إن شاء الله. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان. نعم أيها الإخوة، وأذكركم بجوال البرنامج للتواصل 0501785536. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. تقول السائلة: يا شيخ، أرضعت أخو زوجي 4 مرات متفرقة، حيث كان يرضع حتى ينام، هل بهذه الرضعات يصبح ابنا لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا مباركا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويبرينا الباطل باطلا ويجنبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإجابة على هذا السؤال هو أن الرضاع الناشر للحرمة يشترط له شرطان، أحدهما أن تبلغ الرضعات 5 رضعات فأكثر، وأن يكون الرضاع في الحولين. ونظرا إلى ما ذكرته السائلة بأن الرضاعة كان 4 رضعات، فهذا الرضاع وإن كانت كل رضعة مشبعة ونام بعدها أو نحو ذلك، فكل ذلك لا يؤثر ولا يعطيها أكثر مما ذكرت عنه بأنه 4 رضعات فقط. فإذا هذا الرضاع لا تنتشر به الحرمة، ولا يعتبر محرما لها ولا ولدا لها، والله أعلم. 4 رضعات متفرقة بعد، يمكن حتى لو كانت متفرقة. نعم. أو في مجلس واحد. نعم، كله واحد، المهم أن تبلغ 5 رضعات فأكثر. أحسن الله إليكم. من الأسئلة يا شيخ، يقول السائل: ما حكم الوفاء بالنذر قبل تحقق الشرط؟ أي في الواقع على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي عليه جمع من أهل العلم بأنه إن وفى بالنذر وهو يعني لم يترتب عليه كفارة إلى الآن، بمعنى أن ما نذر عليه لا يزال في المستقبل ما هذا، فبعض أهل العلم يقولون لا يكفي، لأنه لم يجب عليه شيء حتى يعتبر مجزيا عما وجب عليه. وبناء على هذا فمجموعة من أهل العلم قالوا إنه لا، ما نقول لا يصح، وإنما تعتبر هذه الكفارة صدقة، ومتى تم الحنث في هذا اليمين وجبت الكفارة، لأن الوجوب لا يكون إلا بعد استحقاقه، والله أعلم. نعم، جزاك الله خير. من الاتصالات معنا جبارة من جازان. نعم، كيف حالك الشيخ؟ بخير الشيخ، طيب ويسلم عليكم. عليكم السلام. لولد أخي. نعم نعم، أعيد السؤال. بستفتي، الولد أخي لي إيه؟ أخويا
بستفتي له جايزة قراية القرآن والصوم له والدعاء الذي له وهو متوفي. طيب ابشري إن شاء الله. تقول أن ولد أخوها متوفى وأنهم يعني يصومون عنه ويدعون إليه، كيف تصل؟ يعني كأنه توفي وعليه صوم واجب. يمكن لعله هذا، إذا كان توفي وعليه صوم واجب فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه: من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهم جزاهم الله خير إذا صاموا عن أخيهم، فعلكم إن شاء الله تعالى أنه يسقط الواجب عليه. نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا يقول السائل: ما حكم بعض المصلين يشرع في قراءة الفاتحة قبل استوائه قائما ويسهو عن قراءة البسملة، فما حكم ذلك؟ أما مسألة أنه يقرأ الفاتحة وهو قادر على القيام، فينبغي أن يكون وقت قيامه مؤديا الركن الواجب عليه وهو قراءة الفاتحة. هذا إذا كان إماما أو كان منفردا، وأما إن كان مأموما ففيه خلاف بين أهل العلم، هل المأموم يتحمل الإمام عنه وجوب قراءة الفاتحة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، ومجموعة من المحققين من أهل العلم يرون أن مما يتحمله الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، فإذا قرأها المأموم مع إمام فالحمد لله وجزاه الله خيرا وقد خرج من الخلاف، وأما إذا لم يقرأها فالإمام على رأي مجموعة من أهل العلم يتحمل عنه وجوب قراءة الفاتحة وتصح صلاته. وأما القول بأنه لم يدرك البسملة أو أنه ترك البسملة، فعلكم فالبسملة الذي عليه جمهور أهل العلم على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وبناء على هذا فالصلاة بالاكتفاء بقراءة الفاتحة من قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الصلاة صحيحة ولا يؤثر عليها أن البسملة لم يقرأها في أثناء قراءته الفاتحة. نعم بارك الله فيكم. ومن أيضا معنا اتصال أبو صالح من الجوف، تفضل. سم تفضل. السلام الشيخ عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. سافرت للعمرة بالطائرة، ويوم أعلن المضيف تأخرت يمكن حوالي من ربع ساعة إلى 10 دقائق، ولا أدري عاد وش عليه، هو علي شيء ولا لا؟ طيب تسمع الإجابة. يقول بارك الله فيكم: أنا في الطائرة وأنا مسافر، وأعلن المضيف في الطائرة أنه الآن دخل للميقات، فاللي بيعتمر أو ذا يحرم، يقول أنا تأخرت 10 دقائق عن كلامه. هذا تأخره عن يعني تأخره معقول، بأن الطائرة تسرع 10 دقائق يمكن تكون في حدود، يمكن تكون قطعت 30 كيلو 40 كيلو. صحيح. 10 دقائق. وبناء على هذا فيحتمل احتمال كبير جدا بأنه أحرم بعد تجاوزه الميقات، ومن أراد الإحرام ولم يحرم إلا بعد تجاوزه الميقات فعليه دم، لأن الإحرام من الميقات أحد واجبات العمرة أو الحج، ومن أحرم دون الميقات فعليه دم. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول السائل: قبل 4 سنوات ذهبت إلى مركز التبرع بالأعضاء وتبرعت بالأعضاء بعد الوفاة، وحاليا ترددت في ذلك، فما هو الحكم الصحيح؟ هذا يعتبر وصية منه، والوصية طالما أن الموصي حي فهو في حرية في أنه يعدل عن وصيته. نعم. يعني يجوز له في حق اختيار بأنه يعدل عن وصيته، وبناء على هذا فكونه الآن عدل عن
التبرع بما تبرع به من أعضائه هو عدوله صحيح، لأن التبرع لا يكون إلا لا يلزم إلا بعد حصول موجبه، بأن يكون المتبرع له قد قبض ما أهدي له أو ما أعطي أو ما تبرع له به، أو أن يكون مثل الأعضاء، فالأعضاء ما تكون إلا بعد الموت. وبناء على هذا فرجوعه عن تبرعه مقبول وصحيح، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. معنا عدنان من الطائف، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، والله أنا عندي سؤال. أنا شو اسمه كنت أصلي مع واحد، كنت صلاة جماعة، وكان في واحد من المصلين تأخر في الصلاة، تأخر مع الإمام، يعني تأخر ما لحق السجود، فهذا الفعل مبطل للصلاة أم لا؟ وماذا يفعل بعد الصلاة؟ كيف تأخر؟ يعني هو يصلي معه الحين ولا لا؟ يصلي معه، أيوه، لكن تأخر مع ما كان يمشي مع الإمام. نعم. يسأل بارك الله فيكم عن المتابعة للإمام، في بعضهم يقول أنه يتأخر كثيرا عن متابعة الإمام. هو في الواقع ينبغي لها أن يتابع إمامه، وأما إذا تأخر عامدا وقد انتهى الإمام من الركن الذي هو قد يعني أوى إلى فعله، وفي نفس الأمر وهذا متأخر وقام الإمام عن هذا، عن يعني انتهى من أداء هذا الركن وهذا لا يزال وعلى سبيل العمد، فمجموعة من أهل قالوا ببطلان صلاته. وأما إذا كان ذلك لعذر، أي إذا ثم بعد ذلك استدرك ذلك مع إمامه، فالصلاة صحيحة وما استدركه في محله. بعضهم في السجود يسجد مع الإمام، وإذا قام الإمام يتأخر ويقعد يدعي ثم يقوم، يتأخر شوي، لكنه يدرك الإمام. نعم، يدرك الإمام صحيح. فعمله هذا يعني غاية ما يقال فيه بأنه مكروه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يؤثر على صحة صلاته. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، يقول السائل: يا شيخ، عندي أعمال في مكة المكرمة وأرغب في إنجازها، وبعد الانتهاء منها سوف أذهب إلى الميقات من أجل الإحرام بالعمرة، هل فعلي صحيح؟ نعم، نقول نعم، طالما أنك الآن دخلت مكة لا لأداء النسك، وإنما للقيام بغرضك الذي أنت أتيت من أجله. نعم. فهذا على كل حال لك الحق في ذلك، وطالما أنك بعد ذلك أنشأت نية الإحرام بعمرة في هذا الشيء، فعليك أن تذهب إلى أدنى الحل أو إلى الحل. نعم. وأدنى الحل أرفق بك، وأدنى الحل هو التنعيم، مسجد المسمى الآن فيه هناك مسجد عائشة، وهو خارج يعني خارج الحرم في الحل، فيحرم من الحل وهو قريب، يعني لا يكلف أن يذهب إلى السير وإلا إلى يملم وإلا إلى الجحفة وإلى هالمسافات الطويلة، وإنما ما بين الحرم وبين التنعيم قرابة 3 أميال أو نحو ذلك، قرابة 5 كيلو أو نحو ذلك، فإذا الحمد لله يذهب إلى التنعيم ويحرم من هناك. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الاتصالات معنا عبد الودود من اليمن. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نروح نعتمر أنا وحول زوجتي من الرياض إلى مكة، إذا خلصنا العمرة بنسوي عمرة ثانية، العمرة الأولى بتكون لجدتها المتوفية. نعم. والعمرة الثانية بتكون لنفسها، هل يجوز يسمح؟ يقول بارك الله فيكم: سوف يذهب هو زوجته إلى العمرة وبيعتمرونهم، والعمرة الأولى لجدتها والعمرة الثانية لها، ما صحت ذلك وما؟ أول ما هي الآن ذهب أو يعني ستذهب وتعتمر، فالعمرة الأولى تعتمر لنفسها. أيوة. ثم بعد ذلك تعتمر عن جدتها، لكن لا يلزمها أن تذهب إلى الميقات، وإنما تذهب إلى أدنى الحل
وأدنى الحل هو التنعيم، وبناء على هذا فلا بأس بذلك، تحرم نفسها، وإذا فرغت من إحرامها بالعمرة وانتهت وهذا لنفسها بعد ذلك تحرم لأمها ولا بأس بذلك. جزاك الله خير يا شيخ، ونبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. ونجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع. من الأسئلة يا شيخ، يقول السائل محتاج إلى سيولة مالية والعرض كالآتي: قيمة عمارتي السوقية 3 ملايين، وسوف أرهن العمارة بقيمة 2 مليون، وسوف أستلمها مبلغ نقدي حيث أسدد بزيادة 5% خلال 5 سنوات، ثم يتم فك الرهن، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه معاملة ربوية باطلة، لأن في الواقع الآن ليس أخذ التمويل نقدا ويريد أن يسدده بزيادة، وهذا هو الربا بعينه، هذا ربا الجاهلية ولا يجوز. وأما كون أنه يرهن بيته فالرهن لا بأس أن يكون رهن في مديونية، لأن الرهن هو في الواقع يعني توثيق دين بعين، وبناء على هذا فالمعاملة السيئة. وأما الرهن كونه يرهن فعلى كل فلا بأس به، لكن بشرط أن يرهنه في مديونية مباحة. وأما هذه المديونية التي الآن يريد أن يرهن بيته فيها هي مديونية باطلة على ما ذكر، لأنه سيأخذ المبلغ ويسدده بزيادة وليس هناك لا بيع ولا شراء. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت عبر جوال البرنامج، يقول السائل وجدت 500 ريال في مواقف السيارات، وسألت عنها موظف الأمن ولا يعرف عنها شيء، فكيف أتصرف بها؟ جزاه الله خير، ونرجو أن الله يذيبه ويتصدق بها عن صاحبها والحمد لله، وتبرى ذمته ويكون له أجر حفظ مال أخيه بحيث أنه ذهب إلى ما ينفعه في آخرته. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا، يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الأنعام مالا؟ والله الذي يظهر لي جواز ذلك إذا كان الواجب من بهيمة الأنعام قدر ثمنه بثمن المثل ورضي المكلف بجباية الزكاة، إذا رضي بذلك فعلى كل حال الذي يظهر لي جواز ذلك، لأن في الواقع على كل حال هذا الذي الآن مكلف بجباية الزكاة كان بعد كذلك يأخذ معه أنعام، الأنعام الواجبة من الزكاة، يعني فيها كلفة عليه وكلفة على بيت المال برعاية هذه الأموال الزكوية. فإذا رأى أن جاب الزكاة أنه يتخلص من ذلك ببيعها بقيمة مثلها وإيداع ثمنها إلى بيت المال كما هو ما يكلفه به ولي الأمر، ما يظهر لي في ذلك بأس. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، يقول بعد الانتهاء من صلاة العصر تذكرت بأني نسيت ركعة ثم رجعت وصليتها وسجدت للسهو بعد السلام من الصلاة، هل فعلي صحيح؟ طالما أنه طال فصل بين إعادة الصلاة أو إعادة الركعة وبين صلاته الأولى فهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة. نعم. وكم أغلب شيء الوقت الفاصل يا شيخ؟ والله قدر ما يخرج من المسجد. إذا خرج من المسجد فعلى كل حال فهذا يعتبر فاصل يعني طويل. نعم، والمسألة طيب. رجعة إلى الاجتهاد، لكن الذي يظهر لي أن خروجه من المسجد يعتبر فصل طويل. وماذا عليه يجب؟ أبدا ما عليه إلا أن يعيد الصلاة كاملة. نعم أحسنتم. معنا اتصال، عائشة من جازان. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم نعم تفضلي بالسؤال. بس حتى لوكتي توفى زوجها وهي في العدة، لساتها في العدة، وتوفى ولد أخوها وهي تبى تطلع يعني عند أخوها في العزاء،
هل جايز لها تطلع وهي في العدة ولا لا؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. تقول بارك الله فيكم، توفي زوجي رحمه الله والآن أنا في عدة الحداد، والآن أيضا توفي ابن أخي رحمه الله، هل يجوز الخروج من البيت للتعزية؟ على كل حال الحمد لله جاءت الآن التلفونات، وهناك خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمع من أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجاتها، وأما التعزية فالآن الحمد لله جاءت التلفونات هذه، ويعني مقدرون يعني أولياء الميت يقدرون وضعها بأنها في عدة وفاة، وأنه لا يجوز لها أن تخرج، فإذا عزتهم بالتلفون الحمد لله حصل المطلوب. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة، اقترضت من شخص مبلغ 150,000 ريال وسوف أسدده شهريا بمبلغ 2,000 ريال مع زيادة 5,000 ريال، ما الحكم؟ الحكم أن هذا باطل، هذا قرض باطل، لأنه قرض اشتمل على زيادة عند الوفاء، وهذا لا يجوز. هذا على كل حال هو يعني ربا الجاهلية، فعليه أن يتقي الله، والقرض الحسن هو أن يقترض من أخيه ثم يسدد ما اقترضه بدون زيادة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم طال عمرك. أيضا نستقبل هذا الاتصال، أبو حسن تفضل. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ السلام ورحمة الله. أقول عندي طال عمرك مبلغ يجمع أولادي من الرواتب، ما هم من مصدر تجارة أو يعني لا أي حاجة تحصل في الدنيا وكذا، يجمع أولادي وأنا منهم، وما هم من عروض تجارة، ولا هل علي زكاة يا شيخ؟ هذا المبلغ اللي يجمعون عياله يحفظونه، ليس من رواتب ولا شيء، هل عليه زكاة؟ هي نعم. من هو المبلغ؟ لمن المبلغ؟ لمن؟ هل هو لأبيهم؟ للأولاد؟ هل هو لواحد منهم؟ لا، الأولاد بيناتهم، للأولاد فيما بينهم. إن كان على شكل جمعية فيما بينهم، جمعية تعاونية، فالمبلغ كله تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، وأما إذا كان كل واحد منهم عارف حسابه، وإنما هم جاعلينه على أساس أن كل يعرف مقدار ماله، فإذا بلغ كل نصيب كل واحد نصاب تجب الزكاة فيه. نعم سؤالك الثاني. سؤالي ثاني، عندي زوجة اللي يعني القديمة، زوج القديمة عمرها يمكن حول 60، حاضرة إني من الجوال، وأنا أجي أعطيها إيجار البيت والضمان وحساب المواطن، وإلى جيت ما تفتح الباب، وإن شافتني ردت الخطوة على وجهها من شهر واحد يوم عاشوراء، ما الحكم في ذلك يا شيخ؟ يقول يا شيخ عندي زوجتي عمرها 60، و يعني حارمت من الجوال ولا تتصل علي، وإذا شافتني غطت وجهها، ما حكم العمل معها وكيف تكون كزوجة؟ هي في الواقع هي زوجتي مهما فعلت. نعم. كونها تفعل هذا فعلى كل حال هذا خلاف حق زوجها، هي على كل حال زوجته، وليس بينها وبينه حجاب، بل على كل حال هي زوجته، والحالة الاجتماعية فيما بينهم على أساس أنه ليس بينهم حجاب، لا عورة ولا عورة واحدهما عورة للآخر، وكونها يعني يكون بينهما مكاشفة فيما بينهم، فعلى كل حال فلا بأس بذلك، لأن على كل حال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فبناء على هذا فهذا خطأ منها، وعليها أن تعتني بزوجها وأن تعطيه ما يستحقه منها، وإن لم تفعل فعلى كل حال فهناك عقوبة شديدة، ومنها أن الملائكة تلعنها إذا عصت زوجها فيما يريده منها في فراشها أو نحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. إذا نويت صوم النافلة بعد أذان الفجر ولم آكل أو أشرب، هل صيامي صحيح؟ نعم، إذا كانت نافلة
فلا يشترط لها تبييت النية من الليل، وإنما يجوز أن يعني إذا لم تتناول شيئا من طلوع الفجر إلى الضحى، ولكنها ما نوت صيام، والضحى حوالي الساعة 10 أو 11 أو 12 يعني نوت أن تصوم هذا اليوم صيام نفل، فلها ذلك ولا يؤثر على أنها لم تكن نيتها إلا بعد يعني بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر أو نحو ذلك. نعم بارك الله فيكم. معنا مصقر من أملج، تفضلي. أيوة شيخ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أمي رمضان العام تعبانة طيب وتعبت بعد لأن حمل الصوم، هل يجوز أصوم عنها؟ طيب شكرا لك. تقول والدتي مريضة ولم تصوم رمضان الماضي، هل يجوز الصوم عنها؟ لا، إذا كانت حية فلا يجوز، بل على كل حال يعني لها الحق في أن تؤجل صومها إلى أن تقدر أو أن تموت، فإن قدرت فالحمد لله فتصوم بعد قدرتها، وإن توفيت وهي عاجزة عن الصوم يعني فيصوم عنها أولادها جزاهم الله خيرا. وبعض أهل العلم بعد كذلك يقول، لكن هذا القول قد ما يكون يعني هناك له ما يمكن أن يختار أو أن يؤخذ به، وهو أنها تسقط، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يستطيع فيها الصوم، فإن لم يستطع الصوم واستمر عذره في عدم قدرته على الصوم حتى توفي فيسقط عنها. نعم. هذا قول بعض أهل العلم. أحسن الله إليكم وجزاك الله خير الجزاء على ما قدمت في هذه الحلقة. الله يحفظك. أنا بعد كذلك أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استمع القول فأخذ بأحسنه، والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي